بضيوفنا الأعزاء في هذا النشاط والذي نحتفل فيه لنادي البيئة والتنمية المستدامة بالتعاون مع نادي التربية المواطنة وحقوق إلى تنمية السلوك البدني، وهو برنامج أممي بشراكة مع المؤسسة المحمدية للعلماء المدعمة. بهذا النشاط سنبدأ إن شاء الله هذا اللقاء النهائي بآيات بينات من الذكر الحكيم. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. صدق الله العظيم. حاضرين معنا في هذا اللقاء ممثلي الوكالة الوطنية لتنمية واحات ومنطقة شجار الأرقاء، التعاونيات المحلية والجمعيات المحلية الحاضرة معنا كذلك، السادة الأساتذة، الحضور الكرام. بمناسبة احتفال بلادنا بالذكرى الأولى لليوم العالمي لشجر الأرقان، وفي إطار الأنشطة التربوية الموازية التي سطرتها أندية التربية على المواطنة، أندية المؤسسة برسم الموسم الدراسي 2020-2021، وانسجاماً مع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الرامي إلى اعتبار 10 مايو من كل سنة يوماً عالمياً للاحتفال بشجرة الأرقاد، وتفعيلاً لمضامين مختلف المذكرات الصادرة بهذا الشأن ومقتضيات القانون الإطار 51-16، وخاصة الهدف الرابع من المشروع 10 المتعلق بتعزيز قيم المواطنة والسلوك المدني والتنمية المستدامة. ونظرا لكون جهة سوس ماسة تحتضن أكثر من نصف مساحة محمية المحيط الحيوي لشجر الأرقاد المعترف به من طرف منظمة اليونسكو سنة 1998 باعتبارها تراثا طبيعيا ثقافيا
لا ماديا للبشرية جمعاء، ومصدرا عريقا من مصادر التنمية المستدامة. تتشرف ثانوية الحال مسكين الإعدادية بكل مكوناتها بأن تنظم هذا النشاط وتحتفي بهذا اليوم، وذلك لتحقيق عدة أهداف. أولا، تثمين انخراط بلادنا في الجهود المبذولة الرامية للحفاظ على البيئة عموما وشجرة الأرجان خصوصا. ثانيا، تأكيد عزم مؤسسة رحال المسكين الإعدادية وانخراطها الفعال في ترسيخ قيم الوعي البيئي لدى ناشئتها. ثالثا، إشراك المتعلمين والمتعلمات في قضايا البيئة وتحفيزهم للقيام بدورهم في مجال المحافظة عليها واتخاذ قرارات تتعلق بحسن تدبيرها وصيانة بيئتهم المحلية. رابعا، إدماج التربية البيئية ضمن أنشطة الحياة المدرسية والأنشطة الموازية داخل المؤسسة. خامسا، تمكين تلامذتنا من الاستئناس بمختلف المفاهيم والمواضيع البيئية في هذا الموضوع. سادسا، تنمية الوجدان وكسب المهارات التي تعين على سلامة تعاملهم مع البيئة. وأخيرا، تنمية حب البيئة والتراث الطبيعي والثقافي لدى الناشئة. إذا أعزائي التلاميذ، أيها الحضور الكرام، يومنا حافل بالأنشطة والمداخلات والعروض في موضوع البيئة وشجر الأرجان. كل ما أتمناه أن يسعفنا الوقت حتى تمر كل هذه العروض ونستفيد منها جميعا. يومنا على يوم حافل بالمداخلات. نبدأ بأول مداخلة للسيد رئيس المؤسسة، وهي عبارة عن كلمة افتتاحية توجيهية لهذا النشاط، فليتفضل. مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد الصادق الأمين وعلى صحابته أجمعين. غني عن التذكير أن تاريخ المغرب ضارب في عمق تاريخ البشرية، يمتد على مساحة زمنية تصل إلى 1200 سنة. خلال هذه الفترة طويلة وطويلة جدا، راكم المغرب زخما ثقافيا زاخرا، إن على المستوى المادي أو على المستوى اللامادي، وحرصا منه من المغرب على صيانة ثقافته المادية واللامادية، عمل على اتخاذ مجموعة من الإجراءات، مجموعة من التدابير، ولعل برمجة أنشطة خاصة بالبيئة سواء على مستوى المؤسسات أو على مستوى المديريات وعلى المستوى الوزاري إلا دليل على هذا الحرص من طرف المغرب. أدى بهذا الحرص أيضا إلى الدفع بملف التراث اللامادي كي يعتمد رسميا من طرف منظمة اليونسكو، وأيضا اعتماد رسميا من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأخص بالذكر هنا العناية بشجرة أرجان. فقد تم اعتماده رسميا اليوم 10 مايو كما قال السي صلاح، رسميا يوم عالمي لشجرة أرجان. هذا بملف تقدم به المغرب ودافع عنه وتم إقراره من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة، لأنه حينما نتحدث عن شجرة أرجان نتحدث عن بعد تاريخي اجتماعي تضامني للمغرب، صنع من خلاله ما أصبح يسمى الآن بالنموذج المغربي. النموذج المغربي الذي يجب أن نعتز به كلنا، تاريخنا مبعث للفخر، ورموز هذا التاريخ وجزء منها التراث اللامادي، وهنا شجرة أرجان هي تبين لنا وتبرهن لنا حينما نحتفي بالشجرة، شجرة لكن لها تميز، لها امتداد، هي عنوان وأيقون، أيقونة العمل الاجتماعي، العمل التضامني، تقسيم الأدوار، تقسيم العمل، إلى غير ذلك من القيم المجتمعية التي تجسد هذه الشجرة. إذن نحن نفتخر اليوم لأننا نحتضن هذا النشاط، وبالمناسبة أثمن عاليا مداخلة أو تدخل أو مشاركة
الوكالة الوطنية لتنمية الواحات وشجرة أركان الزوا، ثم النادي البيئي المحتضن ونادي التربية المواطنة في شخصي منشطيه الأستاذ يطول مغاري الأستاذ صلاح الجي ثم الأستاذ محمد أمداح دينامو، بالإضافة إلى الجمعيات المشاركة معنا. إذن باسمي ثانوية الحال مسكين الإعدادية أرحب بهؤلاء جميعا وأشد على أيديهم وأقول لهم المؤسسة مؤسستكم والوطن وطننا جميعا، فلنكن فاعلين إيجابيين عمليين ولنتمسك ونفتخر بتراثنا المادي واللا مادي. إذن مرحبا بكم جميعا وشكرا للجميع. سيتم تكريمكم في آخر محطة هذه النشاط
الثقافي التاسع للنادي، وكنا متجهين الحركة العلمية تقصد المدير وغنبدأ به السنة المقبلة إن شاء الله، لأن بقى لنا الوقت لأن الامتحانات ديال ثم أدرى ثم لدينا إذا بالنسبة للقيام جيبوا هذا النقط ديال النادي سد 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 تفضل سيمان زكريا ما عطى الله حرية كاينة هي هي حاول شاطر وبعض التلاميذ الاخرين ان شاء الله اذا هكذا ننهي فقرة هذا النشاط الثقافي نشكر من جديد المديرية الإقليمية للتربية اتفقت في شخص بسم الله الرحمن الرحيم تطبيقا للمذكرة الوزارية الواردة في شأن الاحتفال باليوم العالمي الأول لشجرة الأرقان التي تم تصنيفها من طرف اليونسكو كتراث إنساني عالمي يوم 10 مايو من كل سنة، لهذا ارتأى نادي البيئة والتنمية المستدامة بتنوية الأرحام المسكنة الإعدادية في إطار اللقاء الثقافي الشهري التاسع بتنظيم هذا اليوم بتنظيم يومين دراسيين بشراكة وفي إطار الإشراف المديرية الإقليمية بتردانز وبشراكة مع أنتزوا الوكالة الوطنية لتنمية مجال الأرقال وواحة النخيل، وكذلك شراكة مع جمعية تعاونية تيفوت لإنتاج وتسويق زيت أرقان بتركجوند، وكذلك مع برنامج ATP دو سي الهادف إلى ترسيخ السلوك المدني والقيم النبيلة في صفوف الناشئة، وبتعاون كذلك مع شبكة محمية أرقان للمحيط الحيوي ونادي التربية على المواطنة وحقوق الإنسان بالمؤسسة. إذن تخلل هذين اليومين الدراسيين أولا غرس أشجار أرقان بمحيط المؤسسة بتعاون كما قلنا من طرف لانتزوا وكذلك من طرف المديرية، وكان يوم الجمعة 21 مايو 2021 بحضور نظراء نادي البيئة والتنمية المستدامة وكذلك بحضور أطر إدارية وبعض الأطر التربوية وكذلك تلاميذ المؤسسة وأعوان المؤسسة. أما في اليوم فكانت عملية تشجير بمحيط المؤسسة التي لقيت استحسانا كبيرا، وكذلك في خلال هذا اليوم أي 22 تم استضافة 22 مايو تم استضافة ندوة في غاية الأهمية بمشاركة أطر المديرية الدكتور مصطفى الجراري وكذلك الإطار السابق محمد سعيد بني زكريا وكذلك الأستاذ عمر أيتمزيل منسق البرامج البيئية والتنمية المستدامة بالمديرية وكذلك وكذلك الأستاذة بشرى أبو مهدي من تعاونية تفوت لإنتاج وزيت أرقان وكذلك مجموعة النشاط الاقتصادي متمثل في الأستاذ إبراهيم الحيان والأستاذ محمد السي وجميع الفاعلين ونادي الإعلاميات كذلك بثانوية الحسن الأول الإعدادية المتمثلة في الأستاذ رشيد الأطرش. خلال هذا اليوم الدراسي تم فيه تقديم عرض أطره الأستاذ الحبيب بنها عن لانتزوا ودور لانتزوا في الحفاظ على في تنمية التعليم والحفاظ على شجرة أرقان، ثم الدكتور مصطفى الجراري أطر ندوة حول شجرة أرقان والاحتباس ودائرة الاحتباس الحراري، ثم الأستاذ إيتوم في قصيدة تحت عنوان شجرة أرقان، ثم عبد ربي حول دور الكتاب عبد ربي الأستاذ محمد أمتاح حول دور الأرقان
من خلال كتاب المدرسي نماذج دروس التربية البيئية، والأستاذ صلاح النصري حول دور شجرة الأرقان في النهوض بالقيم النبيلة للمجتمع المدرسي، وتخلل هذا النشاط كذلك الذي افتتحه السيد رئيس المؤسسة الأستاذ عبد العزيز زير بكلمة أكد في أعلى أهمية شجرة الأرقان كتراثا إنسانيا عالميا، ونوه ورحب بجميع الحضور. ثم كذلك في آخر النشاط تم تقديم عرض كذلك تواصلي من طرف تلميذ إلياس أطرش رئيس نادي البيئة والتنمية المستدامة بالمؤسسة حول دور التراث الثقافي البيئي في نهوض بالتنمية المستدامة، وكذلك دور النهج الجغرافي وطبقه على التعامل مع الموارد البيئية. وفي الأخير تم تكريم جميع الفاعلين البيئيين، وتم كذلك تكريم التلاميذ الفائزين بمسابقة التراث والبيئة المنظمة بمناسبة شهر التراث واليوم الوطني للمتاحف التاريخية واليوم العالمي للاحتفاء بشجرة أرقان. محمد أمدح أستاذ مادة الاجتماع والمنسق العام لنادي البيئة والتنمية المستدامة بالمؤسسة، وأشكر جميع العطور الإدارية المؤسسة وتلامذتها وأعوانها، وشكرا لكم.